السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم، كل شيء بخير. كنتمنى تكونوا تشاهدوا هذا الفيديو وانتم على الاحسن ما يرام. انا اليوم جيت وجبت معايا اشكيلات جداد ديال البيجامات ديال الدار، يعني باشكال مختلفه، يعني الناس الخياطات او حتى المبتدئات اللي كيحيروا انهم كيفاش يخيطوا، انا جبت لكم اشكيلات خفاف وفي نفس الوقت زوينين، يعني كيمكن لكم تخدموا عادي، يعني ديروا غير الديكرادي ديال التوب ودونتيل خفيفه وطلع البيجامه غزاله على الشكل كيف ما كتشوفوا. يعني هنا التوب مزوق ودرت له في الصدر توب سامبل، لعبت بهاد الوريده، يعني كيبقى لكم داكشي نتوما على حسب المخيله ديالتكم. هادي تاني، عاوتاني شكل الاخر، حتى هي مبره مزوقه ودخلت فيها مبره سامبل كحله وزوقت الوريدات وهادشي كيف ما كتشوفوا. كنتمنى هاد التشكيله تعجبوكم. تشكيلات خفاف روميين عصريين أشكال مختلفة. هادي تاهي سامبل مبرة سامبل في صدر ودرنا فيها حجيرات، كيبقى ليكم نتوما الذوق. هادو بالنسبه للخياطات، حتى الخياطات اللي تيحيروا كيفاش يصيبوا الصدوره ديال البيجامات. انا جبت تشكيلات ومازال ان شاء الله دائما نجيب الجديد. هادي شكل اخر عاود، هادي المبره اللي لون واحد دخلنا عليها الدونتيل، صراحه جات زوينه، يعني بيجامة ديال الدار وفي نفس الوقت يمكن لك حتى تكوني خارجه تمشي بهم شي حضور عادي عائلي. تشكيلات خفاف زوينين، كنتمنى يعجبوكم. الى حبيتو وبغيتو نشارك معكم الطريقه ديال الخياطه، مرحبا، خليو ليا في التعاليق لتحت على الرسولين اي موديل بغيتو نخيطو ندير فيديو نشاركو معكم. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو تاع اليوم، كنتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتخليوا لي التعاليق باش يبقى دائما نطلع عندكم الجديد ديالي. وخليت لكم الراحه، السلام عليكم.